مرحبا بك يا دكتور همدان. أسعد الله مساءكم جميعا، أنا سعيد أن أكون معكم بهذا اللقاء الطيب. مرحبا، الله شكرا يسعدك. على دعوتنا للمشاركة. مداخلتي ستكون عبارة عن قراءة عابرة في بعض السمات واللوازم الأسلوبية في رواية سلطان الغيب للعزيز المفكر والصديق الأديب الدكتور عمر عبد العزيز، وسوف أسلط الضوء على نماذج من هذه السمات وتجلياتها في هذه الرواية أو المروية كما يحب هو أن يطلق عليها. طبعا المعروف أن لكل كاتب سمات خاصة وأساليب متبعة تميز كتابته ونصه الإبداعي عن كتابات ونصوص الآخرين، إلا أن هذا الأمر بالنسبة للدكتور عمر يبدو واضحا جدا، فأسلوبه الكتابي ولوازمه اللغوية واستدراكاته المعرفية تعلن دائما عن نفسها وعن صاحبها في كل ما ينتجه من نصوص بمختلف أجناسها الأدبية والإبداعية، حتى أن القارئ المتابع لو وقع في يده فقرة أو مقطع من إحدى رواياته أو حتى من مقالاته الكثيرة لاستطاع، وأنا أجزم، أن يعرف أنها له دون غيره. وسوف أتوقف في هذه المداخلة عند أهم السمات واللوازم الأساسية من وجهة نظري التي تحدد معالم تجربته الكتابية، والتي تتجلى من خلال خصوصيته السردية. من هذه السمات سأتحدث عن اللغة باعتبارها هي الكينونة الأولى للعمل الكتابي. سأتحدث أيضاً عن الاسترجاعات الأدبية والمعرفية التي دائماً يتضمنها في أعماله، وسأتحدث ثالثاً عن التتابع الدائري للزمن السردي عنده، ثم أنتقل إلى امتدادات الراوي وما أسميته إعادة تصنيع السرديات، وسأختتم في الإشارة إلى سمة أيضاً معروفة في كتاباته وهي الغرائبية والواقعية السردية. بالنسبة للغة، تعتبر لغة الدكتور عمر عبد العزيز جزء أصيل من مميزات كتابته الإبداعية، فهي لغة لها خصوصيتها الواضحة من حيث المفردات التي يستخدمها أو العبارات التي يسوغها والتراكيب التعبيرية والبلاغية التي يتكئ عليها في سرده. لا شك لمن اطلع على الكتابات كتابات المختلفة للدكتور عمر أن يلاحظ الحضور اللافت لمجموعة من المفردات الخاصة غير المعتادة المقرونة دائما بما يكتبه أو حتى بحديثه الشفاهي. هي مفردات يأتي بعضها من بطون القواميس اللغوية، البعض يأتي من فضاء اشتقاقات خاصة، والبعض الآخر من مجمل التعريب اللفظي أو الصوتي للمفردات الأجنبية. من هذه المفردات التي أصبحت جزء من لوازم كتابته مثلا نرى كلمات مثل مدوزن، مموسق، تأورب، يتحدث عن الأغارقة، عن المرابع، عن السيكوباتية والأكروباتية، وأنا متأكد أنكم جميعا قد لاحظتم هذه الألفاظ التي تتكرر. أيضا هناك مجموعة من العبارات والصور البلاغية التي يستخدمها، مثل نقرأ مثلا في الرواية الاسترواح في سرمدية الحدوث النائرة، نقرأ الهوية العرب سلامية الحوثية، ونقرأ تشكلات فوق بيولوجية ومتواليات فوق زمانية، ونقرأ عن الانبجاسات المتتالية لقرى المدى البعيد وإلى آخره. الحقيقة أن هذا التميز اللفظي واللغوي لا يمكن فصله عن ماهية العمل السردي الذي يقدمه الدكتور عمر، فهو أحد الأعمدة الأساسية لتجربته الكتابية. ولو قمنا افتراضا بإعادة كتابة رواياته السردية بلغة أخرى وأبقينا مثلا على كل عناصر السرد الأخرى كما هي، لما استطعنا الحفاظ على هذه المرويات ولا تهدم البناء السردي تماما، حتى أنني أكاد أجزم أن ترجمة نصوصه السردية إلى اللغات الأجنبية مثلا سيكون ضرب من ضروب المغامرة التي لا تقل عن مغامرة ترجمة المعلقات السبع مثلا. وحقيقة يمكن القول أن مجمل هذه الإرادة في استخدام المفردات والاشتقاقات والصور
تجعل نصوص الدكتور عمر نصوص استفزازية بالمعنى الإبهاري الخلاق، سواء على مستوى الشكل أم المضمون، وهي الاستفزازية المبهرة التي سأتطرق إليها لاحقا. أيضا المسألة الثانية أو الثيمة الأخرى هي الاسترجاعات. نصوص الدكتور عمر السردية بل وحتى النثرية بمختلف مواضيعها تتميز بظاهرة فياضة تكمن في استخدامها المكثف للاسترجاعات والتداخلات المعرفية بمختلف أجناسها ومستوياتها، وهي التي لا يتردد الكاتب في استخدامها في أول فرصة متاحة أو أول إشارة سانحة، ليخلق لنا فضاء موازيا مقطعا بكل ما يحب هو أن يطلعه للقارئ من معارف علمية أو جدالات فلسفية أو أبيات شعرية أو استدراكات تاريخية. حتى أننا في هذه الرواية، رواية سلطان الغيب، نقف أمام سلسلة من المحاضرات القصيرة حقيقة المحتشدة بمختلف مواضيعها وتخصصاتها ومستوياتها، من علم البحار والرياح المحملة بالأمطار الموسمية إلى الصوفية ومفردات الغيب إلى القراءات الماورائية لكتب الطب عند العرب القدامى وطرق التداوي الشعبي إلى علوم النفس إلى اللسانيات إلى علم الألوان والبصريات إلى الرياضيات الجبرية إلى مركز الثقل في الطائرة تقنية النانو العبقرية الهندسية المائية للسبائيين بنائهم لصهاريج الطويلة في عدن، وانتهاء بالوقائع السياسية المعاصرة في الصومال واليمن ومجمل التغيرات الاجتماعية والسياسية حقيقة التي مر بها الوطن العربي. في هذا الصدد أحب أن أشير إلى أمرين. أول، أنه هذه الاسترجاعات أو المحاضرات القصيرة التي رأيناها في الرواية يستحضرها الكاتب بشكل تلقائي وعفوي، يغترفها من مخزونه المعرفي القائم بالأفكار والمعلومات العابرة للأجناس والحدود، دون أن يكون بحاجة إلى أن يعود إلى مراجعها أو مصادرها الأصلية. وهذا الأمر يدركه كل من عرف الدكتور عمر عبد العزيز عن قرب أو حضر معه في جلسة خاصة أو عامة، فهو يمتلك نفس القدرة على استحضار واسترجاع كل ما سبق الإشارة إليه من الذاكرة وبتلقائية حاضرة ومباشرة. نتاجه المعرفي إذا صح لنا الوصف لا يقل إبهاراً عن نتاجه المعرفي الكتابي، وقد يكون هذا موضوعاً جديراً بالدرس والبحث. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه في هذا الصدد هو أن هذه اللازمة الاسترجاعات تعد جزء أصيل من مشروعه التثقيفي التنويري الذي ربما يحاول دائماً تمريره للقارئ عبر سردياته وأعماله الإبداعية، فهو يحث القارئ على التوقف عند هذه المداخلات والاسترجاعات مثيراً عنده الكثير الآمات والأسئلة، مستحثاً إياه بالاستعانة بالمراجع أو بمحركات البحث الحديثة لمراجعة المفاهيم والمعلومات القديمة التي أوردها، أو ربما الاطلاع على تلك التي لم يسبق للقارئ معرفتها من قبل. هو ما يمكن أن يشكل عاملاً آخر من عوامل استفزازية النص الإبداعي لدى الكاتب. الثيمة الثالثة التي أود أن أنتقل إليها هي الزمن السردي.